نناشد الرئيس أردوغان بصفته رئيس مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي لتفعيل قرارات رفع الحصار عن غزة. نناشد الملك سلمان عاهل السعودية بضرورة ممارسة الضغط والبحث مع الإخوة الأشقاء في مصر لفتح المعبر، وكذلك إلزام أبو مازن بالمصالحة الوطنية. نطالب دولة مصر الشقيقة بفتح المعبر بشكل دائم وإنهاء معاناة مليوني فلسطيني، فأنتم الأشقاء بالجوار والعروبة والدين، فكونوا كما عهدناكم ناصرين لإخوانكم وعونا لهم على المحتل. نهيب بالنقابات والتجمعات العربية والمثقفين والنخب أن يقفوا موقف المسؤول لنصرة قضية فلسطين وحصار غزة، نصرة لأقرانهم النقابيين والنقابيات الفلسطينيين والفلسطينيات، ويكونوا سفراء يوصلون رسالة عادلة عن قضية أعدل. نتوجه إلى العالم الحر، نستصرخ نخوة المعتصم في قلوب جميع أحرار العالم العربي والإسلامي والدولي. نتوجه إلى جميع المؤسسات الحقوقية، مؤسسة حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الحقوقية. الله، احتلال بغيض يا الله، واحتلال أعوانه من بني محمد وسام. Year of unjust siege which imposes on Gaza Strip. It suffers from lack of medicines and its air care.